السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي في دورة جديدة بعنوان سيميوتكس. طبعا سبق والإعلان عن هذه الدورة. اليوم إن شاء الله سننتقل إلى Lesson 1، الدرس الأول. سيميوتكس يعني ترجمتها بالعربية السيميائية، وزي ما لاحظنا انه عندنا هنا بعض عناوين الكتب السيميائيه وفلسفه اللغه، ايضا بعضهم بيترجمها السيميوطيقه. راح نتعرف اكثر على يعني حيثيات وتفاصيل هذا العلم. المحتويات رايحين في هذا الدرس نتناول Origin of Semiotics، What is Semiotics؟ Different kinds of science, semiotics and other sciences, semioticians مثل ديساسو و semiotic science، وراح نتناول signifier و signified. إذا هاي هي محتويات الدرس الأول. إذا أصل كلمة semiotics أو السيميائية حسب الويكيبيديا جاء من الكلمة الإغريقية The term derives from the Greek semiotokos, observant of signs، يعني مراعاة العلامات أو الإشارات. And it was first used in English prior to 1676، يعني أول استخدام لها كان قبل سنة 1676، يعني ما شاء الله يعني منذ زمن طويل. By Henry Steubes، by Henry Steubes. إذا هذا بالنسبة لأصل التسمية. What is semiotics؟ هذا طبعا هو ديساسور، وراح نشوف انه ديسسور بيستخدم كلمة او مصطلح سيميولوجي، في حين بيرس بيستخدم مصطلح سيميوتكس، لكن كله يعني بنفس المعنى، لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. What is semiotics؟ التعريف حسب البريتينيكا سايكلوبيديا، semiotics is the study of signs and symbols and their use or interpretation، يعني دراسة العلامات ورموز واستخدامها أو كيفية تفسيرها. إذن العلم هذا يدرس العلامات أو الإشارات، ورح نوضح شو المقصود بالساينز وإيش مكونات الساينز والرموز وكيف بيستخدموها وكيف بيفسروها. تعريف آخر semiotics أو semiology، ملاحظين يعني إذا شفنا semiotics semiology معناته نتكلم عن نفس العلم أو لكن اختلاف في المصطلحات زي ما قلنا. The study of signs, symbols and signification، هنا في أن إضافة اللي هي كلمة signification المقصود فيها المعنى أو الدلالة. It is the study of how meaning is created، دراسة كيف يعني يصنع المعنى، كيف يخلق المعنى، not what it is، وليس ما هو المعنى، لا، يعني بقول لك هاي هذا العلم يدرس كيفية صناعة المعنى. زي ما قلنا إنه سيميولوجي إنه استخدمها ديسسور وسيميوتكس استخدمها بيرس، يعني الاختلاف في التسميات لكن نفس يعني التعريف. خلينا نرجع للغة العربية، يعني في عنا تسمية قريبة من هذا العلم اللي هي السمة. أيضا نتذكر في اللغة العربية كلمة السمة بمعنى العلامة، وهي قريبة في النطق والمعنى من كلمة سيميوتكس، في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. رجعت للتفسير، قوله سيماهم في وجوههم من أثر السجود يقول علاماتهم في وجوههم من أثر السجود في صلاتهم.
وأيضا معروف إنه وسم الحيوان يعني وضع علامة على الحيوان زي الجمال أو ما شابه، والسمة هي العلامة وجمعها سمات، يعني قريبة من اللغة العربية كلمة سيميوتكس والسيميائية والسمة، يعني حتى تسهل يعني معرفة معنى هذه الكلمة. لو أخذنا يعني عدة أنواع من العلامات، بنلاحظ إنه في عندنا language signs، يعني we live in a world that has different signs، إحنا بنعيش في عالم في يعني علامات مختلفة. Those signs could include، ممكن يكون في عندنا بعض العلامات تتعلق باللغة، road signs علامات على الطريق، إشارات الطريق، medical signs، food signs and others. Understanding these signs and symbols and their meanings is the function of semiotics. إذن يعني فهم هذه الإشارات والرموز ومعانيها، هذا طبعا هو وظيفة هذا العلم اللي هو semiotics. We use a variety of gestures. Gestures اللي هو الإيماءات in everyday life to convey messages to people around us. احنا بنستخدم إيماءات وإشارات حتى نوصل رسالة، مثلا بنقول لواحد يعني عايز فلوس، ف rubbing our thumb and forefinger يعني انت بتعمل إشارة بالثم اللي هو الإبهام والفور فينجر السبابة together to signify money يعني ادفع لي فلوس. هسه بنشوف الإشارة هاي بعض ال language signs زي هاي مثلا pay ادفع، هاي احنا اخوان لازم، يعني لاحظ الإشارات هنا بتعمل house correct، هاي الإشارة line يمكن ما تكونش واضحة كثير، بس حبيت أقول إنه في عندنا إشي language signs، هذا يعني intelligent مخ كويس، change في تغيير، justice علامة الميزان تعرف العدل، وscience والعلوم. إذا هاي language signs. في عندنا road signs زي ما إحنا شايفين، هاي بنشوفها على الطرق كثير، إيش تعني هذا العلم أيضا بيفسرها. عندنا medical signs، هاي الإشارات الطبية زي ما احنا عارفين، وفي عندنا food signs، وعندنا facial expressions تعبيرات الوجه زي ما قلنا في الإعلان في المقدمة، sadness, anger, disgust, contempt, surprise و fear. وأيضا thumb signs، إحنا بنعرف إنه هاي أوكي أو لايك وعكسها dislike، لكن بالنسبة للسباح أو الغطاس مثلا thumb sign هاي مختلف معناها، مش معناها لايك ولا معناها أوكي، معناها go up مثلا. هنا واحد واقف على الشارع بده يركب بيعمل thumb sign زي ما إحنا ملاحظين، معناها مختلف. إذا thumb sign يعني معناها مختلف حسب السياق اللي ترد فيه. بالنسبة للسيميوتكس والأذر ساينسز، بقول هنا بعطينا معلومة حلوة، was semiotics started out as an academic investigation of the meaning of words، يعني بدأت كبحث في معاني الكلمات، وهذا اسمه linguistics. It moved into examining people's behavior، وانتقل هذا العلم إلى تفحص أو يعني بحث سلوك الإنسان، وهذا العلم صار اسمه anthropology وpsychology، وتطور then evolved to become an inquiry into culture and society، وأصبح اسمه sociology and philosophy. Following that it moved into assisting with analyses of cultural products، تحليل المنتجات الثقافية المقصود فيها الفيلمز، literature, art, critical theory. And finally and more recently became a
methodology for researching and analyzing consumer behavior and brand communications. فإله علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى زي ما لاحظنا وكيف تطور. من السيميوتيشنز زي ما قلنا العلماء هذا العلم اللي هو فرديناند دي ساسور اللي هو he was born in 1856 and died in 1913. He was a Swiss linguist. إذن هو عالم لغة سويسري and semiotician. He is widely considered one of the founders of 20th century linguistics. يعني يعتبر هو أحد مؤسسي علم اللغويات في القرن العشرين and one of the two major founders together with C.S. Peirce of semiotics or semiology. أيضا أحد يعني المؤسسين علم السيميائية كما قلنا أو السيميولوجي. De Saussure developed the principles of semiology as they applied to language. زي ما قلنا إنه De Saussure كان اهتمامه باللغة، لذلك منشوف ارتباط بين السيميولوجي واللغة. وأيضا بعده رونالد باثس extended these ideas to messages، يعني وسع مفهوم السيميولوجي حتى يشمل الرسائل. المقصود فيها messages, word and image relations of all sorts. الآن what is a sign? A sign is something that stands for something else. إذن هي شيء يحل محل أو يشير إلى شيء آخر، or something that conveys meaning، أو شيء يشير إلى معنى. حسب De Saussure، يعني according to De Saussure، language is made up of signs and every sign has two sides. يعني هو عنده اللغة عبارة عن يعني علامات أو إشارات أو رموز، وكل إشارة بتكلم عن جانبين. الجانب الأول اللي هو الجانب signifier بسميه، اللي هو مقصود الشكل الفورم، والثاني signified اللي هو the meaning يعني المعنى. إذا هاي التعبيرات خاصة ب De Saussure. إذا قال signifier نفهم إنه بتكلم عن الشكل، والشكل هذا قد يكون راح نجيله قد يكون كلمة أو صوت أو image يعني صورة، والsignified المقصود فيه المعنى أو الconcept المفهوم أو الفكرة. إذن عندنا sign مكونة من جزئين اللي هو signifier، وهو مكون signifier المقصود فيه قد يكون كلمة وقد يكون صورة وقد يكون صوت، وsignified المقصود في الconcept المفهوم أو المعنى. هنا نفس الشيء توضيح أكثر. إذا signifier and image sound word، وsignified يعني meaning، هذا بعطينا sign. إذا sign لازم يتوفر فيها شرطين signifier وsignified، يعني لازم يكون في شكل إما صورة أو صوت أو كلمة، ولازم يكون معنى. إذا ما كان في معنى لا نطلق عليها اسم sign. خليني أوضح أكثر هنا. يعني إذا what is a sign? A sign is signifier plus signified. بعطينا sign. الآن لو أخذنا كلمة cat، كلمة cat إلها معنى، وهاي الكلمة عبارة عن يعني حروف C-A-T. ال C-A-T هذا الشكل، شكل الكلمة هذا، هل هو له معنى؟ نعم له معنى. كونه له معنى معناته هاي الكلمة بنسميها sign. طيب هذه الصورة، هل إذا شفتها بتفهم إنه تعني شيء لك؟ طبعا أكيد تعني شيء، هاي قطة
طيب إذا سمعت صوت ميو ميو، هل تفهم إنه هذا الصوت له معنى؟ طبعا له معنى. إذا الكلمة اللي لها معنى نسميها ساين، الصورة اللي لها معنى عندك معناته ساين، الصوت إذا سمعت الصوت وإله معنى بتفهم منه معنى معناته ساين. إذا في عندنا كلمة، عندنا صورة، عندنا صوت، إذا كان له معنى بنسميه ساين، لاحظ؟ طيب لو ما كان له معنى ما بنسميه ساين. إذا خلينا ناخذ إحنا السيجنيفاير، قد يكون كلمة وقد يكون صورة وقد يكون صوت. signified معناته إله معنى، إذا signified إله معنى، إله معنى معناته بعطيني sign. طب عشان توضح الصورة أكثر خلينا نشوف هنا، أنا أعطيكو هنا، أيوة أعطيكو كلمة هنا، هل هاي إلها معنى؟ لو أنت قرأت فجت أو فجت، هل تفهم معنى لهذه الكلمة؟ لا، كون ما في معنى معناته ما بتقدر تطلق عليها اسم sign. إذا عندنا signifier، عندنا كلمة but not a sign. ليش؟ بقول لك signified or meaning is missing، يعني المعنى مفقود. إذا أي كلمة ما لها معنى ما بنقدر نطلق عليها، we can't call it a sign. إذا لاحظ هنا cat، الكلمة هاي إلها معنى سميناها sign، لكن هاي الكلمة f get ما لها معنى، إذا ما نقدر نقول عنها sign. الصورة هاي، لاحظ الصورة هاي، هاي إلها معنى عندنا اللي هي قطة. طب لو أعطيتك أنا الصورة هاي، هاي الصور، هاي الصور، إيش معنى؟ ما لها معنى. إذا ما نقدر نقول عن هاي الايمجز أو هاي البيكتشرز إنها ساين. إذا this is not a sign أو these are not signs. ليش؟ لأنه they have no meaning. أيضا هنا لو اسمع الصوت دم دم، إيش دم دم؟ يعني ما لها معنى، في حين هنا قلنا ميو ميو يعني هذا صوت القطة، لكن دم دم ما لها معنى. إذا this is not a sign. إذا حتى نعتبر الساين نطلق عليها يعني اسم ساين، لازم يتوفر فيها شرطين. أول شيء يكون في عندنا كلمة أو صورة أو صوت ويكون له معنى، إذا ما كان له معنى we don't consider it a sign. إذا ما له معنى سواء كلمة أو شكل أو صوت معناته this is not a sign. إن شاء الله يكون واضح. أيضا خلينا نعطي أمثلة أكثر على signifier والsignified. في عندنا لاحظوا هنا، إذا أنا قلت chair على طول بتبادر لذهنك، في عندك في ذهنك في الدماغ في عندك معنى لهذه الكلمة. إذا في الدماغ في عندنا صورة أو concept أو meaning لهذه الكلمة. إذا كلمة chair إلها معنى، فإذا نعتبر هاي الكلمة بنعتبرها sign، هاي بنعتبرها sign. ليش؟ لأنه إلها معنى في الدماغ. أيضا كلمة tree، لو قلت أنا tree على طول يقفز إلى ذهنك هاي الصورة. إذا كلمة tree اللي هي شجرة إلها معنى، وبالتالي بنعتبرها sign، نعتبرها sign. إذا توفر الشرطين اللي هو signifier و signified. لو جينا هنا signifier اللي هو الكلمة والمعنى اللي هو signified، وهنا signifier اللي هو كلمة tree و signified اللي هو المعنى اللي في ذهننا. إذا نقدر نسمي هاي sign. في عندي الـ example number 3، الـ signifier قد يكون له يعني multiple signifiers. كيف؟ يعني الـ red color هنا red قد يفهم منه
عند البعض انه يرمز الى او يتبادر لذهنه، لما قلت انا ريد يتبادر لذهنه تفاحة، في عندك اخر يتبادر لذهنه قلب يعني لف، البعض الاخر قد يتبادر الى ذهنه فيل حريق، البعض الاخر ايضا قد يتبادر الى ذهنه الدم بلد. إذا السيجنيفاير قد يكون له دلالات أو مفاهيم مختلفة مالتيبل. إذا مالتيبل سيجنيفايرز قد يكون أبل يتبادر للذهن، أو حسب طبعا سيتويشن حسب الموقف، أو لاف أو فاير أو بلود. هيك بنكون خلصنا الدرس الأول، إن شاء الله نكون قدمنا شيء مفيد، وهاي المراجع رايح أحط لكم إياها إن شاء الله اللي رجعنا إلها في الدورة. إلى اللقاء في الدرس الثاني بإذن الله، في أمان الله.